النهارده هنعمل ملوخيه الورق، تمام؟ عشان ما حدش يقول لي ملوخيه عملت ايه؟ حطيتي ملوخيه ورق؟ الشوام بيعملوا كده، فما فيش اي مشكله. احنا بنعمل اكله جديده ملهاش اي علاقه بالملوخيه المصري اللي بتطشه، مع ان ليها طشه برضه. فانا حسيت انها طبق لذيذ، ليه ما نعملوش؟ ليه ما نتعرفش عليه؟ سمنه. اولا سمنه، فصوص الثوم، مقادير الملوخيه الورق على الشاشه. ملوخيه خضراء زي ما احنا شايفين، مغسوله ومتنشفه، وهنستخدمها زي ما هي من غير ما نخرطها. وربنا يستر. عشان انا عارفه ان في ثوابت عند، على فكره الخناقات دي موجوده في العالم كله، وعادي يعني انا بشوف الكلام ده والله ما بزعل ولا اي حاجه، الدنيا كلها كده، بيبقوا في بلد واحده ويقعدوا يقولوا لبعض لا وما بتتعملش كده وبتتعمل كده، عادي يعني الاكشنز دي طبيعيه وانا بشوفها فن ولذيذه يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ ملوخيه ورق عادي. حاولت اديكم مبررات. الثوم بيتحمر في السمنه كده زي ما احنا شايفين. نحط اللحمه المفرومه. اذا هنعملها بالفراخ يبقى الفراخ بتاعتنا هتكون مسلوقه سلقه حلوه ومتحمره كده الاول ومتشوحه الاول، وبعدين نفصصها ونحطها. السمنه، الثوم المتحمر، اللحمه، الفلفل الاسود عشان حاطين طبعا لحمه مفرومه، دي نص كيلو لحمه مفرومه، وعايزين ملوخيه فريش، وعايزين كمان طبعا بدون عيدان ورق بس، هنقطفها وهناخد الورق فقط بدون عيدان. وبعدين هناخد خمسه من الثوم، خمس فصوص يعني، وشويه سمنه، كزبره جافه، ملح، فلفل اسود، ومرقه. المرقه اللي انا مستخدماها هنا مرقه لحمه، لو بنعملها بالفراخ يبقى هنستخدم مرقه فراخ. عندي للطشه ثوم مفروم، فلفل اخضر حراق، وسمنه وكزبره جافه. واحنا بنعمل نفس الطشه دي حتى بالفلفل الاحمر الاخضر الحراق ده بنعمله للملوخيه، بتبقى جميله. والملوخيه بتاعتنا حتى المصري قرن الفلفل بقوم خرطاه مع الملوخيه بتبقى تحفه. اللحمه استوت وتحرمشت كده زي ما احنا شايفين مع الثوم، خدت نكهه جميله. انا هحط لها برضو ايه شويه كزبره كده، هي دي كزبره ودي كزبره يا رغده؟ ليه اتنين كزبره؟ هي كزبره واحده يا لولو. ماشي شكرا يا فندم. حطينا الكزبره، شويه كزبره بس كده ايه في النص، وبعدين الباقي للطش. ننزل بقى بالملوخيه الورق. تا تا تا. عايزين موسيقى تصويريه هنا. اعتبروها اكله تانية، اعتبروها سبانخ، اعتبروها اي حاجه عادي. ادي طبعا كل ده، المفروض ان احنا اصلا نحط ملوخيه اكتر من كده كمان، بس احنا يعني ايه مش هنعمل بقى كميه كبيره لان الملوخيه هتهبط خالص. نديها بقى سنه الشوربه. عندي هنا المرقه فعايزه ايه احطها، مش هزود قوي 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 يعني. الملوخيه هي اللي كانت عايزه تكتر. بصوا قلت خالص. بس بما انكم بقى احنا بنقول بس على الطريقه فكده تمام. تعالوا نعمل الطشه. الطشه هتكون سمنه
ثوم، شويه ثوم بقى حلوين، وشويه كزبره، والفلفل الحراق. حطها على عين اهدى، ونحط الطشه على النار. نزود لها بس شويه شوربه كده. عشان هي بيبقى فيها صوص يعني. عايزين نظبط الملح كمان هناك. نحط كده رشة ملح. احنا حاطين مرقة فالمرقة فيها ملح، بس هنظبط برشة ملح. ينفع بعد الطشة؟ ماشي، شكرا يا فندم. نزود بس شوية سمنة كده عشان نطشها. طشة عادية طبيعية، توم، كزبرة، فلفل حامي، وعادي جدا. واضح جدا انه الطبق ده نكهة التوم بتاعته قوية، لانه في الاول حطينا شوية توم حلوين سواء بقى فراخ او لحمة، وبعدين بنعمل الطشة، فواضح ان نكهة التوم بتكون قوية ولطيفة. وانا بقى يعني ايه تقولوا لي توم انبسط. تتقدم عادة جنب ايه؟ رز بشعرية، بس بيبقى غالبا رز بسمتي بالشعرية. العين لسه ما اشتغلتش هنا. ريحة الطشة خطيرة. طشة توم وكزبرة بقى، انتوا عارفين يعني مصريين بقى، والتومة بالكزبرة بتاعتهم دي جبارة. انا بحطها على السبانخ، بحطها على القلقاس، وبحطها على الملوخية طبعا، على البامية. يلا بينا ننزل بالطش. تش طبعا مش هنشهق بقى. لا لا تش بس. ايوه الشوام بقى، ما دي كده جاهزة انها تتغرف. يلا بينا كده. احنا ايه بس بوزع الطشة، وادي الرز بالشعرية عشان نبقى مشينا على زي ايه ما صحابنا واخواتنا وحبايبنا في الشام بيعملوا. هي بس انا حاسة ان الملوخية هي اللي كانت عايزة طبعا تزيد شوية، بس والله ريحتها جميلة. ويسلموا الايادي الحلوة في كل الشام اللي بتعمل اكلات لذيذة وحلوة وشهية زيكم. طبق الصوص بتاعه طعمه خطير. شوية الشوربة دول تحفة. انا بنقي الملوخية والله يا ولاد عشان ما تبقى شكلها قليل وتبقى لذيذة، وهيبقى طعمها تحفة. احب ابين بس فص التوم كده عشان انا ايه بحب الحاجات اللي احنا طبخنا بيها تبقى باينه معايا بصراحه. ونزين بشويه لوز، بما اننا عندنا شويه لوز لوزيز ولطف، ونحط كده برضو على الرز. طبعا يا حبايبي الشام فيه الخير كله، وعندهم بقى صنوبر. حطوا صنوبر، واحنا حطينا لوز.
وادي فص الثوم كده باين.